الكل يعلم أن مصر استثمرت الكثير بمبالغ مالية ضخمة على مدار العشر سنوات الماضية لإقامة سياج أمني على حدودنا، بالتأكيد لضمان التدمير الكامل لكل الأنفاق التي كانت موجودة. مصر دمرت لا أقول المئات ولكن عدة آلاف من الأنفاق تماما، وكما تعلم قمنا بنقل منازل وبعض القرى إلى مناطق أخرى. احنا بنأكد ان احنا لا نسمح بان ارضنا تشكل قاعدة لتهديد جيرانها او منطقة خلفية لهجمات ضد اسرائيل. ההתחמשות הזאת, ביתר סט כמובן תחת שלטון מורסי, אבל זה נמשך אחר כך. גם דרך שלטון מובארק וגם דרך אחרים, זה נמשך כל הזמן התחמשות. לכת רווגת ישראל וחילל על העמיין למדיין למדוע התהריב בלנפה. ואקול. أن التهريب تهريب البضائع هو نتيجة للحصار. لن يكون لهم أبدا سلطان على أهل غزة، لن نترك غزة وحدها، لن نترك غزة وحدها. أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي.